الخروج للتسوق في أماكن مزدحمة قد يتحول إلى فاجعة حقيقية في بلاد تعيش على إيقاع التفجيرات العشوائية. هذا هو ما تجسده في بضع دقائق المخرجة روى العزاوي في فيلم عطر بغداد.
المخرجة العراقية رؤى العزاوي تحدثت إلى سينما بديلة عن فيلمها عطر بغداد. فيلم عطر بغداد هو احنا سويناه كفيلم قصير بلاس انه يكون تيزر للفيلم الطويل، هو فعليا فيلم طويل. انا بديت اكتب هذا الفيلم سنة 2013، حبيت اسوي فيلم طويل عراقي ما يتحدث عن الحرب نفسها، الحرب تكون بالباك جراوند، لانه الحياة الاجتماعية العراقية هي اللي تغيرت، الأسرة العراقية تغيرت. فبدأت أسوي بحث حوالي سنة سنتين من قصص كل حقيقية. الفيلم الطويل هو عبارة عن قصص حقيقية بس دمجتها بقصة واحدة لامرأة عراقية تتعرض لمواقف وظروف قاهرة تدفعها لاختيارات ممكن تكون خطأ صح، بس هذا هو اللي كان متاح قدامها، يعني سواء قتل طائفي، أشياء بسيطة مثل ماكو كهرباء أو ما في مي، أو هاي الأشياء البسيطة اللي تأثر على حياة الفرد العراقي وكيف تغيرت من واحدة كل حلمها أن يكون عندها عائلة كبيرة لواحدة بس حتحاول تحمي عائلتها أو تحاول تسرفايف. نقول إحنا حاولنا نلخص اللي دا يصير بالبطلة في الفيلم الطويل. فعلياً البطلة حالة نكران، نقول أنه هي ما تريد تقتنع أنه أكو أنه بغداد اللي هي تعرفها ما عادت موجودة، بغداد الخطرة ما عادت موجودة، فهي قوقعة. فاخترنا أنه اخترت أنا ككاتبة أنه تدخل البطلة كأنها طالعة من حدث دامي اللي هو التفجير. هو فعلياً ما موجود هذا المشهد بالفيلم كله، بس هو ملخص للفيلم. فهي تيجي من المكان اللي صار بالانفجار، ولما تدخل تستوعب أنها بالبيت، ومنها تبدي حالة نكران، لا أنا ما بيا شيء، تبدي تمشط شعرها، تبدي تلبس أنا عادية، أنا ما بيا شيء. وهواية هذا العراقيين خصوصا المرأة العراقية تحاول تعيش حياتها القديمة قدر المستطاع، تنكر في حالة نكران للي دا يصير، وترجع للغرفة فتشوف أنه أكو تفجيرات برا، تفتح الأغاني وعائلتها، لأنه هو هذا، هي تريد بيت، عائلة وأمان فقط. فهي نقول سيمبوليك، يعني أكثر مما أنه هي صار بها الشيء هما ما صار بهم شيء، لأنه في أحداث الفيلم الطويل ما يصير مو بهالطريقة، يصير مختلف شوية القصة. عطر بغداد هو اسم البطلة. أنا اخترت أنه يكون عطر بغداد اللي عم يمثل بغداد، وهي تمثل مرأة عراقية عادية منتشرة، يعني اللي هي تيبيكال. هي البيت منعزل بالنسبة إلها، يعني هو كل الفيلم القصير من وجهة نظرها هي، فهي بالنسبة إلها دخلت للبيت هو الأمان، عائلتها هي الأمان، فبالتالي أي شيء دا يصير برا بالنسبة إلها كأنه ما موجود، خطأ صح، بس هي دا تحاول تعيش الحياة الطبيعية اللي هي تعرفها. وحاس أنه ولهذا إحنا عكسنا أنه البيت يكون أمان، عائلتها نايمة، زوجها وابنها، وبالتالي على من وجهة نظرها هي، لأنه هو الواقع مو هيش. فيلم عطر بغداد القصير نقول أو التيزر نسميه، أنا حاولت ألخص بالفيلم الطويل. حدد لنا احنا اصلا المده انه احنا نسجل ونصور ونكمل كل شيء بخمس ساعات، وكان عندنا البوست برودكشن يوم واحد، سواء ساوند او اديت، يعني اديت يوم والساوند يوم، فالوقت قصير. فانا كان عندي فرصه انه اسوي بثلاث مشاهد او اربعه الخص قصه فيلم كامل، ولهذا هذا يفسر قصره. بس انا احس انه هذا كان الخيار الصح بالنسبه لنا، لانه هو تيزر، هو ما المفروض يطول عن هيك شيء للفيلم الطويل، او اذروايز حيكون بهوايه ديتيلز عن الفيلم الطويل. فيلم عطر بغداد بالنسبه لي الطويل هو فيلم توثيقي، هو فيلم روائي توثيقي لمرحله مرت بها العراق ولا زالت، غيرت شكل العائله العراقيه عن طريق أني أعبر عن التحديات اللي واجهتها المرأة العراقية اللي هي عطر بغداد بطلة الفيلم. وأنا حابة أنه يكون أكو أفلام أكثر من مخرجات عراقيات، لأنه للأسف عندنا قلة بالأفلام الطويلة أو الأفلام الروائية بشكل عام من مخرجات عراقيات، لأنه دعم للمخرجة العراقية أقل، فمعظم الأفلام اللي نشوفها هي من مخرجين عراقيين أو من مخرجين غير عراقيين أصلاً، ودائماً الحكي محصور بالعادة، يعني ما أقدر أقول كل، بس بالعادة عن الحرب العراقية.
في هذا الفيلم عندي أحاول أغير النمط هذا المتعارف عليه، أنه لا، العراق أكثر من مجرد حرب. إحنا عندنا حياة اجتماعية تأثرت، فنشوفها عن طريق هاي العائلة المتمثلة بعطر بغداد، وشنو هي التحديات اللي وصلتهم لاختيارات ممكن تكون خطأ بس لمجرد أنه يعني عم ينجون بحياتهم ويجون نفسهم، وهل أكو فرصة أنه ترجع بغداد مثل اللي تريدها عطر بغداد أو لا؟ وصلنا بذلك إلى نهاية هذه الحلقة الخاصة من سينما بديلة، والتي قدمناها لكم من البرتغال. لو أردتم عرض أفلامكم القصيرة على شاشة بي بي سي عربي، يمكنكم أن تراسلونا عبر البريد الإلكتروني. كما يمكنكم متابعة هذه الحلقة لمدة أسبوع كامل من تاريخ عرضها الأول على موقعنا bbcarabic.com، وأيضا على صفحة بي بي سي عربي على موقع فيسبوك. وجميع الحوارات التي نجريها في سينما بديلة موجودة على موقع يوتيوب. إلى أن نلتقي بكم مجددا، لكم مني رضا الماوي أطيب التحيات.